صافي اسكت، انا اصلا فايقه. احبي نفسك، كوني انت، كوني مبدعه. هيا لطيف، حتى احلام اليقظه ما نحلموا على خاطرنا. مهم، اصلا ما كنتش ناعسه، يعني انا كنت مغمضه عيني. وحمد الله لا لا اللي كنتي دايره لالارم كره داتك ديك الغمضه. صدقي من قيلوله الغيبوبه. ايوا وسيري شوفي شكون اللي غادي يجيب الدراري من المدرسه. والمهم المهم صافي، نرجعوا نشوف شنو كنت كندير قبل. كملت هنايا كاع لا ليست كامله ديال تقضيات الشهر مزيان ملي كتبت كل شيء، ونقصت بزاف ديال الحوايج. واو شحال نقصت، بزاف الحوايج نقصت، كنت مولفه كنشريهم لي صراحه بانوا لي غزايدين، يعني تضيع هاد الفلوس، واصلا داكشي ماشي صحي. فمن الاحسن نشوف الامور الاساسيه، يعني الا بغيت نتعلم نقتصد. المهم الامور الاساسيه والضروريه اللي خصها تكون، هادشي دابا اللي تفكرت. ودي ودي غسيري سيري، ومني تمشي تقداي تصدقي جايبه اكثر من داكشي اللي نقصتي. هادي هي قاعدتك. لا لا ما نعاودش نديرها، لا انا غنمشي لعند الهري، شي حاجه غناخذها من عند الهري، شي حاجه غناخذها من عند هذاك اللي كيبيع مواد تنظيف، ولا بقات شي حاجه ناخذها من المرجان. او والله حتى تصيدي الا دخلتي المرجان تيفوتي عليك داك المرجان. اي كتدخلي المرجان كيبان لك بزاف ديال الحوايج اللي ما كنتيش ديرهم اصلا في بالك، تقولي لا هذه محتاجه، لا هذه زوينه. او المهم ديري بكلمتك هذه المره وفوتي عليك هذاك المرجان. هنا صايبت اللائحه ديال وجبات اليوميه خلال الشهر، يعني كاع داكشي اللي ان شاء الله ناويه نطيب في الشهر. علاش؟ باش عاوتاني التقضيه اللي كنمشي ناخذها من السوق اللي فيها الخضر والفواكه وفيها اللحوم والاسماك وداكشي كامل، نقتصد فيه شويه، ما بقاش غنمشي للسوق ومبقى هز 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 وما عارفه راسي اصلا شنو غادي نطيب، وكاين شي حوايج ما كنوصلهمش وكيبقاو غير يخسروا. فهذه فكره زوينه. اييه تولي تكتبي كل نهار اشنو غادي طيبي فيه، فطور وغدا وعشاء وحتى الكوتي. مهم شي مرات ما كنديرش العشاء الا كان الكوتي هو هذاك زعما فيه ما يدار، وشي مرات كنستغناو على الكوتي وندير العشاء. المهم انا ومزاجي كل نهار ندير فيه شنو غادي خاص، زعما شنو غادي نطيب. هنا مثلا في نهار الاربع ندير السمك وسلطات مختلفه، يعني داك هكا شليضات داكشي المشرمل، قريعه مشرمله، خيزو مشرمل، دنجال وسلطه خضراء. المهم بحال هادشي مع الحوت كتجي غديوه مزيانه. في الكوتي كيبان لي ندير لهم غير الديسير لان الغدا راه ديجا راه مشارجي، والعشاء ندير لهم غراتان بالبطاطا والكفته كتعجبهم. المهم نديرو كل سيمانه وشنو يكون فيها، باش هكذا ملي نمشي نتقدى غادي نتقدى داكشي اللي غنحتاج في داكشي اللي كتبت. زعما بيني وبينك غادي ديري هادشي تي بعدا اصلا كل نهار ونهارو كل نهار وراسك واش كيقول لك راسك. وياه بصح نيت كل نهار وشنو كنتشهى وكل نهار وشنو كيرشق ليا عليه. وشي مرات حتى من الدراري دابا بسلامتهم كبروا ولاو هما كيتشرطوا، ولاو هما تيقول لنا ماما عافاك ديري لنا في الغدا هادي ولا هادي، وراجلي حتى هو كل مره وشنو كيرشق لي ما عرفت والله ما عرفت. المهم غنحاول نجرب على الله الا صدقات. المهم هنايا غادي نحط هذا المقطع هذا اللي اصلا كنت مصوره من قبل ديال دوك الميني كيك اولا الكاب كيك اللي كنت صايبت، نحطهم هكا في هذا الفيديو باش يستافدوا منه المتتبعات ديالي. هنايا وجدت كاع داكشي اللي غادي نحتاج، المقادير اللي غنحتاج، وهنايا شديت الشكلاط وكندوبو مع شويه الحليب درتو في ميكرووند، غادي نخلطو مزيان. وهنا كنزيد عليه الكراميل اللي صايبت. هاد الكراميل هذا كيجي خطير الصراحه، صايبتو خصني نصورو ليهم شي نهار. المشكله ان هاد الكراميل صايبتو على قبل داك الكلاص اللي كنت كندير، كيجي داك الكلاص خطير وشحال من مره درته وما صورته حتى نهار. باش تعرفي العجز انا ما فياش البليه ديال التصوير، باقا كاع ما دخلات معايا ديك البليه ديال التصوير دابا بصح. والله الا كل مره تنقول غنصور لا 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 مزروبه خليتها المره الجايه نحيدو عليا باش ندير هادي وندير هادي. ايوا صدقت في الاخر ما صورته كاع، خصني نصورو شي نهار.
المهم تنخلط مزيان، راه درت تقريبا شي 4 ديال المعالق من داك الكراميل مع هاد الشوكولا، نخلطو مزيان باش من بعد هاد الشوكولا ما كيبقاش ما كيبش ما كيقصاحش، ونخليه على جنب باش غادي نحشي به هادوك الكاب كيك. هادي واحد الحيله او القوالب زوينه هاد الحيله الصراحه. ندير الماء سخون يعني بحال بان ماغي، وفي هذاك البول اللي غادي نخلط فيه كنديرو فوق من كاسرونه فيها ماء سخون، ونخلط فيه اولا نطلع فيه البيض مع السكر والفاني وشي شويه د الملح. هاد الحيله كتعاون ان هذيك يعني البيض ديالي يطلع مزيان يولي بحال الكريمه. هذا في حاله الا ما عنديش باتور واعر، يعني اي باتور ممكن غير باليد اولا باتور عادي عيان واخا يكون عيان. مهم حيت اصلا هذا اللي عندي انا دابا ماشي شي حاجه. وغادي نخلط به وكطلع يا سلام، كيطلع هذاك البيض مع السكر تيولي بحال الكريمه، كيطلع مزيان. وهذا سر من اسرار نجاح اي نوع من انواع الكيك. اييه ماشي، راه قلت لك القوالب. المهم نزيدوا الملح، ما نساوش الملح، انا بعدا كيطيح لي العجب في دوك الناس اللي كيصايبوا الحلويات وما تيديروش الملح، ما عرفتش اش كيقول لهم راسهم. الملح راه غير بكميه قليله باش كيعادل لينا المذاق، كيجي داك الشيء هو هذا. شتي كيبدا كيطلع، شتي الرغوه ولا بشكل كريمي. ايوا تبارك الله عليا وخلاص، اييه تبارك الله عليا وخلاص. تبارك الله عليك، كتصنعي لنا الصوارخ هنايا. شتي غندير راسي ما كنسمعكش، حيت انا الافكار السلبيه كنجري عليها، انا لالا كنشجع راسي. المهم غادي نزيد الكاس اللي فيه الزبده والزيت، نص زبده ونص زيت، وغادي نخلط، ومن بعد نزيد الياغورت بنكهة الفاني ونخلط. المهم وانا غاده، المهم والله ما عرفت واش ما قلتش ليهم انا المقادير، ولكن راه واضحين في الصوره، راه كلشي واضح كلشي محطوط باين. اصلا راه كاب كيك عاديين هادو، يعني شكون اللي ما يعرفش يصايبهم. المهم حتى نحط المقادير كاع في صندوق الوصف، واللي بغى راه غادي اللي بغى المقادير غادي يلقاهم تما. من بعد ما غادي نخلط الخليط ونوجدو، غادي نوجد هادوك اللعيبات اللي غادي ندير فيهم الكاب كيك. لا 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 بديت عاود تاني. مهم اي حاجه تطور في راسي، الاصوات الحمقاء، الاصوات المسطيه، الاصوات اللي كطيح لي المورال كل مره نتفكر حلي كنت ديجا ناسيها من زمان. المهم هذا المخ عندي وتقولي واش تيسكت، بغيت غير شي مره نحس بدقيقه كاين الصمت في راسي وتقول سيري راسي واش كيسكت. سكتي شويه، يلا شوفي راسك واش تقدري تسكتي. داك الفيلم ديال البارح كان زوين الصراحه، ولكن علاش ديك النهايه داروا لها بحال هكاك؟ مهم هنايا غادي نبدا نصايب هذوك لي كاب كيك في هادو. ما فهمتش علاش هاد البواطه من شحال هذه عندي ديال هاد لي كاب هادو اللي كنديروا فيهم الكاب كيك، ما فهمتش علاش كاتبين فيها ضاربين على الفوغ، زعما ممنوع يداروا في الفوغ، ولا فاش نديروا انا زعما نطيبوا في الثلاجه؟ فهمتش هادو، مع العلم انا شريتهم تاعيت وديما كنديرهم في الفوغ وما كنلقاش مشكل. هادو بالضبط كاتبين فيهم ضاربين فيهم على الفوغ، ما فهمتش. المهم عندي جوج زواقات، وحدين في الغوز وواحدين في هاد الزويقه هادي، شحال جات زوينه هاد الزواقه خطيره، عرفتي تجي واعره في شي كوفرلي ولا في شي ريدو. الله يلا طلع واعره. المهم احتياطا باش ما توقعش ليا شي كارثه في الفران، انا درتهم في هادو ديال الالومنيوم، في هاد الكويسات ديال الالومنيوم باش ما تمشي يوقع ليا شي مشكل. المهم هنا صافي بديت كنعمر، وعمرت بهذاك الشوكولا اللي كنت ديجا وجدته، وزدت واحد شويه ديال العجينه من الفوق وزينتهم بالسويتيز.
مالو ما خرجوا هكا، كل واحدة عاطيه حنكه لجيه، وهاديك سويتيز مالها دابت. عرفت شو قال الامان ده؟ بس ما كيدوبش، انا فايته مجربه ما كيدوبش ملي كنديرو في الكاب كيك ملي كنديرو في الكوكيز، وهاد المره ماشي داب، طلق ديك الصباغه ديالو. المهم ما عليناش، واخا هكاك جات خطيره، جات بنينه، وهاديك الشوكولا لداخل تيجي دايب، هنا راح يتقطع طبقه سخونه. وشو هاد اللعيبات كي كيجيو بهادوك لي سيبور ديالهم تيجيو زوينين، ينفعوا بحال هكذا الا كان شي مناسبه، شي بوفي، شي عيد ميلاد. المهم تيجيو اناقي بصراحه مفركسين. المهم نرجعوا دابا للنهار اللي انا فيه. نط دكعت دابا الكوزينه، غادي ندير قهوه، قرب يجيو الدراري دابا راه العصر. جاب الله شفيق عيط ليا وقال لي انا غادي ندوز ونجيبهم المدرسه بلا ما تمشي انت، يا هناني دابا غادي نوجد لهم الكوتي على خاطري. الله اكبر، العصر دابا، الله اكبر، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إيوا لبست جلابتي وهبطت بالزربة، خطفت سميدة، لقيت راسي راه تقادات ليا السميدة وأنا ناوية ندير الحرشة. هبطت بالزربة خطفتها من الحانوت. إيوا ودابا نصايبو شي حريشة، هي هاديك تكون دايزها الكلام، غادي تجي ان شاء الله لذيذه، تجي بنينه. راه ديما سبحان الله ملي كنسبق النيه وكنصايب الحاجه من القلب كتطلع زوينه، ما نزربش عليها، كتطلع هي هذيك، ويعني بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى كنقول ان شاء الله، ان شاء الله تجي هي هذيك اللي حشمنا. نري عرفتي ملي تيكون شي حد جاي ولا شي حد عندي على غفله، الحاجه تقول كدي تشد معايا الضط، ما كتبغيش تصدق، ما عرفتش علاش، ما فهمتش انا واش عكاس واش، والله ما فهمت. ديما في الدار وانا بوحدي تصدق لي الحاجه مخيره ممتازه وتجي بنينه لذيذه، ما نعاودش ليك يا اختي. غا كيكون شي حد معايا ولا شي حد كيجي للدار عندي ونصايب الحاجه ما كتصدقش هي كيف ما انا بغيتها وكيف ما مولفه كتصدق. بالحق وقيلا ماشي غير انا، تما ماما كتقولها ليا، كتوقع عليها بزاف، كيقولوا كتوقع عليهم هاد القضيه. المهم وجدت بعدا القهيوه، هذا الحليب بنسكويك الادام، صافي وجدت لهم طبيصلاتهم، حطيت لهم فرماج هكاك تيعجبهم، وما هكاك قال لك باش يصايبوه راسهم، كاين اللي كيبغي ياكلو هكاك، كاين اللي كيبغي يصايبو راسو. عطيتهم الموس ديال الميسات هكا ديالهم ديال البلاستيك. ايوا ها ادم دار معاه قال لك يلا. ماما كنت فيلمي اوبس حصلني كنصور فيه، قال لك لا 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 غادي تشوفتي الاستاذه ديالي. المهم ماليش، بركه لحد هنا وبركه وصافي، ما تعيقيش الفيديو غيجي طويل تاني، الله يجعل البركه، صافي هنا كيسالي النهار. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون هو هذا، ما عرفتش واش غادي يلقى شي اقبال ولا تاني بقى ميت تما ما يديها في حد، ولا مقنا مع الروتينات، الروتينات شي حاجه للاستفاده. ايوا نتوكلوا على الله ونحطوه ونشوفوا، واخا الاغلبيه ما كيبغيوش الاستفاده، ولكن على قبل دوك الاقليه دوك المتتبعات الراقيات بركه، واخا غير هما قلال، المهم نحس براسي كندير داكشي اللي انا باغاه في الاصل وكيف ما بغيت قناتي تكون.